دافعت والله عن من يسمى حسن نصر الله، هو ليس نصر الله، إنما ينصر الشيطان، يسمي حزبه حزب الله وهو حزب الطاغوت وحزب الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يكونون حماسا. أنا وقفت فترة من الفترات أدافع عنهم وأقاتل من أجلهم، وقفت ضد المشايخ الكبار في السعودية أدعو لنصرة هؤلاء من يسمى حزب الله. ويبدو أن جماعة المشايخ في السعودية كانوا أنضج مني وأبصر مني، لأنهم عرفوا هؤلاء على حقيقتهم، أنهم ليسوا ناصحين للمسلمين، هم كذبة في قولهم إننا نعمل لنصرة المسلمين.